مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هنا ان شاء الله غنحدثوا على واحد الموضوع اللي في حقه مهم بزاف في تربية الارانب، وهو طريقة اقتصادية لتسمين الارانب بواسطة الذرة. شحال واحد غادي يقول لي الذرة كتكون يعني غليظة على الارانب ما يمكنش ياكلوها وكتكون عاصية؟ فعلا هاد النقطة ممكن ان شحال من واحد قالها لي في لي كومونتير بعدا. اما الى جينا نشوفوا الموضوع ديال هذا النهار، كاينه واحد النوع ديال الذره اللي دايره بحال هذا الشكل. هانتوما نعطيكم الاثمن الثمن ديالها بشحال كتقام. يعني هي كتجي من الاول، شوف كيفاش دايره، كتجي مبرشه. شوفوا هنايا كيفاش طاحنينها، هي هكاك، ماشي كتجيبها انت وتطحنها، لا كتجي هكا مبرشه. هاد التبرشيش هذا ممكن ان حتى الصغار يخدم لهم، يعني الصغار ديال الارانب والكبار. كانت عندكم يعني ارانب يعني بعد الفيطه مباشره، ممكن انكم تغربلوا هاد الغبره ديالها بحال هكا. هاد الغبره ديالها هادي كيولي بحال السميد، بحال السميده. هادي ممكن تعطيوها للصغار ديال الارانب. اما الكبار ممكن انكم تعطيوهم هاد الدوره بحال هكا، راهم كيموتوا عليها، راهم كتعجبهم الذره بزاف. الذره اش كدير في جسم الارنب؟ اولا التسميم طريقه يعني شي حاجه اللي يعني طريقه مجربه 100%. يعني الذره اللحم ديالهم كيولي حلو، يعني شحال من واحد جرب هاد القضيه، لان الذره بالطبيعه ديالها كتكون المذاق ديالها حلو. القضيه ديال واش غادي تضرهم الذره؟ ما يمكنش تضرهم كاع. الا بغيتو يعني بغيتو تقتصدوا اكثر، ممكن انكم تخلطوها مع شويه ديال النخاله. اما اللي عنده الامكانيات وبغى يقتصد، انا نعطيكم الاثمنه ديالي. هاد الخنشه هادي فيها، ها انتم ها هي مكتوبه فيها 40 كيلو. الماركه ديالها راني كنشريها يعني بهاد الماركه هادي بالضبط، سميتها الماركه ديال الفلاح. هادي يعني شركه موثوق منها. الثمن ديالها 120 درهم. 120 درهم في 40 كيلو تقريبا كطيح تقريبا 2 دراهم ونص الكيلو. يعني الناس اللي كيمشيو يشريو بالقرضيه، كنصحهم يشريو خنشه يعني بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كطيح ارخص، يعني باش كيلو يطيح لك 2 دراهم ونص كيلو، غادي ياكلوا فيه مزيان. يعني ممكن ان غير قد هكا مثلا، هذا عكس السيكاريم. السيكاريم راه كديروا فيه نقولوا 100 غرام في الوجبه. اما الذره راه اذا لاحظتوا راه غتعطيوها للارانب ديالكم تحسوا بهم يعني مبهومين، كياكلوا وكيشبعوا، كتحسوا بهم راه شبعانين. يعني بالنسبه ديروا 2 وجبات، يعني ممكن هاد يعني بالعبار ممكن ان طاس ديال دانون، عفوا بدون ذكر اسماء، طاس ديال ياغورت. شحال واحد قال لي هاد القضيه، يعني ما نقولوش الاسماء. طاس ديال ياغورت ممكن انك ما تعمروش كله، يعني اللي عنده قطع ودير 2 وجبات. اللي عنده قطع ديال 4 نتوات 5 نتوات، راه ممكن ان هاد الخنشه تضرب له واحد نقولوا شهرين ونص، راها مخيرة. يعني راه 50 غرام ممكن انها تكون كافية للوجبة، يعني ماشي 100 غرام كما كنديرو السيكاريم. السيكاريم خاص يعني كيتعطى بواحد الطريقة، يعني هو غالي اصلا، غالي في الثمن. اما بالنسبة للتسمين اللي باغي على حسب التسمين، السيكاريم كيتعطى على حسب الخصوبة. يعني الناس اللي عنده الامهات، وكاين السيكاريم ديال الحليب، كاين السيكاريم ديال التسمين، كاين السيكاريم مختلط. اما الناس اللي بغيتو شي حاجه يعني بلديه، عندكم شي حاجه بلديه وبغيتو تعطيوهم يعني علف ديال التسمين، اليكم هاد الخنشه هادي، راها مجربه 40 كيلو 120 درهم، ممكن تضرب لكم نقولوا واحد 3 شهور الا تمشيتوا بالوجبه، يعني بالقواعد ممكن دير لكم شهرين ونص. شهرين ونص راه مزيانه، يعني ممكن 50 درهم للشهر ولا 60 درهم للشهر. يا غادي تكون 50 درهم للشهر، شهر كامل 4 سيمانات ب 50 درهم، راها مزيانه.
ولكن راهم كياكلوا مزيان كيديروا اللحم يعني الذره راه معروفه كدير اللحم ما كتضرش. قضيه ديال الكوكسيديا المسائل ديال الامراض الهضميه ما كايناش يعني هذه خذوها يعني عند واحد مجرب وراه معروفه الذره راه حاجه مزيانه يعني شي حاجه طبيعيه. وتا هاد الشركات هادو ما كيخلطوا معاها حتى شي حاجه راه كاين غير الذره فقط يعني راها خدامه 100%. شريو خنشه ديال الذره هكا احسن ما تبقاوش تشريو بالكيلو ولا تشريو بالقرديه. شريو خنشه وتهناو حتى ترونسبور باش تبقاو كل خطره راه ساله العرف نمشي نجيب العرف ساله العرف نمشي نجيب العرف. شريو خنشه بحال هكا في 40 كيلو. الناس اللي عندهم الامكانيات ممكن انكم تشريو جوج خناشي كاع جوج خناشي صافي راه غادي يضربكم واحد المده غادي تهناو كاع من 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 العرف. اذا الحلقه ديالنا هي هذه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم ما تنساوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.